لجمعية نجاح الخير للتنمية والتضامن الاجتماعي، ممثلي جمعية الفضاء الجديد، ممثلي رابطة الجمعيات، ممثلي جمعية المنتدى تحدي درب السلطان، ممثلي السلطات المحلية، ممثلي مقاطعة عين شق. أحييكم بتحية الإسلام العطرة وهي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. كما أرحب بالحضور الكريم وأشكركم على تلبية الدعوة، وأنا جد سعيد، وأنا سعيد بالتعرف عليكم وعلى هذا النشاط وهذه الهواية، هواية الحمام الزاجل. في 7 نوفمبر 2014 انعقد الجمع، جمع تأسيسي عام لتأسيس جمعية أطلق عليها جمعية ملتقى الأبطال الثقافي، جمعية ملتقى الأبطال الثقافية والرياضة بعين شق، وبحضور ممثلي السلطات ومهتمين بالنشاط الثقافي والاجتماعي، وكذلك مربين للحمام الزاجل. وبعد قراءة ومناقشة القانون الأساسي للجمعية وبمصادقة الحضور عليه، تم انتخاب المكتب المسير لهذه الجمعية، والذي اخترت فيه رئيسا لهذه الجمعية، وهذا تكليف وليس بتشريف. الاسم الكامل حسين العياش، المهنة تاجر، الفاعل جمعوي، الآن أشغل رئيسا لجمعية أمهات وآباء وأولياء تلاميذ مدرسة ياسمينة، وكاتبا عاما لجمعية نامبودو سانكوكاي لرياضة الكاراتيه، وأمين المال لجمعية الفضاء الجديد للمحافظة على البيئة والثقافة والرياضة التي تنظم هذا الاجتماع بتنسيق مع جمعية ملتقى الأبطال الثقافية والرياضية. ونشكر رئيسها السيد ميلود العلام، رئيس جمعية الفضاء الجديد للمحافظة على البيئة والثقافة والرياضة. ونشكره على المجهودات التي قام بها معنويا وأخذ من وقته من أجل تأسيس هذه الجمعية، فشكرا له. ونحن نشكره نظرا لأن ليس لديه وقت، لأنه يشغل منصب رئيس جماعة مقاطعة عين شق، فشكرا له. نائب الرئيس، وانتخب كذلك النائب الأول السيد عصام بلقجة نائب الرئيس. المهنة مستخدم. النائب الثاني، العالمي عبد الرافيع. المهنة تاجر. أمين المال، انتخب كذلك أمين المال لهذه الجمعية السيد عبد الصمد أيت مغان. المهنة تاجر.
وانتخب كذلك نائبا لأمين لنائب المال السيد بدر لبيب. وانتخب السيد كريم عجلاني كاتبا عاما لهذه الجهة. ومن المهنة مستخدم. وانتخب في الأخير السيد خالد طه نائبا لكاتب العام. طالب جامعي. ومن أهداف الجمعية تحسين سبل التواصل بين مربي الحمام الزاجل في هذه المنطقة والجمعية، وكذلك مشاركة مولوعي الحمام والمربي الحمام الزاجل في وضع برامج الجمعية وأخذ رأيهم في ذلك. وكذلك من أهدافها التدرج نحو القانون الدولي بشكل صحي وصحيح. وكذلك وضعت الجمعية أهدافا سنويا، برامجا سنوية وبرامج متوسط المدى وبرامج بعيدة المدى. ومن بين البرامج المتوسط المدى إحداث والنفط المسمى بوالنفط. وستاسيون ديال الباج وقد اتخذنا المقر لهذا المشروع بمزرعة تزيد مساحتها عن 20,000 كيلومتر مربع بحد السوالم. ومن أهداف الجمعية كذلك النشاط الاهتمام بالجانب الثقافي والاجتماعي، وتقوم الجمعية بهذا النشاط بتنسيق مع الجمعية الكبيرة المعروفة بجمعية الفضاء الجديد للمحافظة على البيئة والثقافة والرياضة. التي يترأسها السيد ميلود العلام كما ذكرنا آنفا إلى آخره. والآن أقدم الكلمة لباقي أعضاء المكتب ليتناولوا المواضيع بالتفصيل، وشكرا على نشكر.